دكتور جوني خوري موجود معنا اليوم. موضوعنا رح يكون المي الزرقاء، بس اكثر من هيك عندنا اكثر من عدسه موجودين معنا اليوم. في اكثر من مشكله رح تكون محلوله اليوم بالوقت اللي كنا بالاول نعتبر انه بس الميوبي فينا نحله بالليزر. اهلا وسهلا فيك. صحيح، اهلا فيك. ثانك يو على استقبالك. ثلاث عدسات. نحن اليوم بنطلع نعرف المشاهدين شوي عن المي الزرقاء وعن حلول المية الزرقاء. مزبوط معك حق، ايام مش من زمان كثير كان بس واحد يعمل المريض يعمل عمليه مية الزرقاء لازم نزرع له عدسه. هلا في كثير بيستغربوا انه بنزرع عدسه، لا لازم نزرع عدسه، ولا سماكه العوينات بتكون كثير سميكه والفيجن بيكون كثير ديستورتد من سماكه العوينات. سو بنزرع عدسه. الشيء الجديد بمية الزرقاء هي العدسه بنسميها مونوفوكل، يعني عندها بدت اشعك للبعيد لواحد او للقريب لواحد. هلا مع التطور صار في عدسه جديده بتقشعك بعيد وقريب بذات الوقت. هيدي شغله كثير مهمه لان ما كانت موجوده، ومثل ما قلتي بالعوينات يمكن بعد ما في لهلا بعيد وقريب، ومعظم الكونتاكت لانسز ما في بعيد وقريب. لان عندها حلقات العدسه غير العدسه العاديه. مبينين على الصوره بنشوف هيدي العدسه العاديه عادي ساده، وهيدي فيها حلقات عندها ابعاد، يعني عندها ابعاد depth perception، وزرعينا بعدة مرضى وبتشتغل بتعطي. هي أصغر من هيك بشوي بس. هي على القد سنتي بنص سنتي تقريبا. سنتي بنص سنتي. هلا بنشوفها على الفيديو اذا بدك كمان كيف نزرعها. نعم. المهم انه المريض بس يعرف انه عنده مي زرقاء، واجمالا بتصير بالستينات سبعينات بتبلش المي الزرقاء. هي كيف بيعرف انه عنده مي زرقاء؟ اوقاتها ما بيحس انه النظر بلش يشح، بده ضوء اكثر، الالوان بطلت برايت، يعني بطلت قوية. هلا المشكلة وين؟ إذا العينتين عم بيصير معه المي زرقاء شوي شوي ما بيحس المريض، وبيستغرب بس نقول له إنه عنده يعني مي زرقاء. بعد في إكيليبر بعيونه. إيه، لأن عم شوي شوي عم بتصير والعينتين سوا. هلا بس تصير واحدة أكثر من الثانية ممكن ينتبه لها، بس إجمالا بتصيروا سوا. هلا هون الزيارة عند الطبيب فوق ال 65 بتبلش. ونحن كمان بدنا نقول انه افضل نشيلها للمية الزرقاء قبل ما تستوي على الاخير، لان اهين بالطرق الحديثه اهين نشيلها قبل ما تستوي وتحجر. هلا اذا بدنا نعمل شق كبير اكيد ننطرها لتستوي وتحجر، العمليه اسهل، بس هونيك شق كبير في 10 قطب. طيب عمليا شو عم بيصير بالعين؟ عمليا العدسه جوات العين اللي هي ورا الببو الملون عم تتغير، بتكون شفافة مثل الإزاز الشفاف، بتقشع كثير منيح. مع الوقت بصير عليها كمخة، وهالكمخة بتصير تزيد. إجمالا بتبلش بالستينيات. هلا شايفينها أقل قبل بكثير، وشايفينها في ناس بتضلهم للسبعين بيكون عندهم 10% 15% مي زرقاء ما بتأثر على. بتبلش تأثر بس تصير ب 30 ل 40 ل 50% مي زرقاء. 30 40 50 بتعتبر انه صارت متقدمه، يعني لازم يكون عارف فيها من قبل، يعني بلشت 5 و10 بلشت 5 و10 ما عم بيحس، او اليوم اجتني مريضه ما في شيء فجأة بصير. ما في شيء فجأة، عم بتصير شوي شوي، بس هو ما عم ينتبه، ماشي الحال عم بقشع، خاصة مثل ما قلت لك إذا ما عنده متطلبات، يعني بيقرا كثير أو بيسوق كثير بالليل أو هيدا ما بيحس فيها. بس لازم يشو يراجع طبيبه، لان بتا ما صارت ب 30 40 50% اذا بنعملها على الطريقه الحديثه اللي هو جرح صغير كثير ما في قطبه شفط، اهين للمريض وللحكيم وانجح. والريكفري تايم فيري فيري كويك، لان عم نشوف 20 على 20 ثاني نهار. يعني ايام زمان كانوا يحطوا كيس تراب، ما بعرف اذا بتعرفي فيها هيدي، على 6 اشهر يضلهم بال كيس تراب عيونهم، كيس من هون وهون لما يهز المريض راسه. أوكي. لان كان الشق كثير كبير وما كان في قطب مظبوطه. ليضل يثبتوه يعني 6 اشهر تصوري. نعم. مع كيس تراب. عم نشوف الفيديو. الفيديو هون عم نعمل طاقه المية الزرقاء. عم نعمل طاقه، بنفتح طاقه. هي المية الزرقاء عباره عن تقريبا خوخه فيها قشره، فيها الجوزه اللي هي بتحجر، وفيها ما بين القشره والجوزه. هلا عم نعمل طاقه هون، عم نحط هيدي الكروس سكشن، عم نحط مواد خصوصي لنشيل هيدي الجوزه، عم نطريها شوي وعم نهزها. هلا بالطرق الحديثه بنفوت بآله مثل الشاليموني، الجرح كثير صغير، بنقصها للجوزه 4 شقف او اكثر، تنسحب يعني بتنسحب شقفه شقفه.
فهون كل ما تكون طريه كل ما افضل وكل ما اهين للمكنه والحكيم يقدروا يشيلوها. هون عم تشوف كيف عم بتفرفضها وبتشرقها شرق مزبوط. هلا كل ما تكون قاسيه كل ما بدك انرجي اكثر وبدك وقت اكثر، وفي خطر انه ندق بالغلاف اذا بتطلعي في بعض غلاف القشره المية الزرقاء بعد موجوده هون. عشان هيك يعني بتفضلوا انه تكون على بكير عم مزبوط. وهون عم شيل الصفت تشو. هلا بتلاحظي كيف بتبين الشبكيه انقى، بس نشيل اخر لاير من المية الزرقاء تركين الكيس تبعها او القشره تبعيتها. هي صعوبتها انه نقدر نشيلها كلها 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 ننظفها ونترك القشره. هلا هون عم نعبي شالت، بس كيف بدنا نحط غيرها؟ هلا بتشوفي هلا هون عم نعبي الكيس، شفتي كيف عبيناه بمواد لزجه خصوصيه للعين. عبي الكيس رجع نفخناه، وهيدي هون انجكتور كمان. شوفي العدسه كيف هي مطعوجه لتقدر تفوت بجرح صغير وتفتح جوات العين. اوكي. وهيدي التكنولوجي عن جد يعني شيء رائع جدا. هيدي التكنولوجي تطورت من 20-25 سنه، هلا صارت شغله هينه كثير والعمليه بتاخذ دقائق. في اي ما يعني ريسك؟ مبدئيا لا، مبدئيا لا. هلا بكل عمليه في ريسك اوف كورس لعمليه يعني نسبه لغير بس عملية. بس 99% اذا المريض ما عنده بروبلم بالعين او اكل ضربه قويه او في خلل بقشره العين انترنزك، يعني في ناس عندهم سودو اكسفولييشن، هدول بتكون القشره ضعيفه معهم من هن وصغار وهي وراثيه، هدول اصعب شوي تكنيكلي، بس لازم تنشال المية الزرقاء ولها طرق علاجيه مختلفه. بس ب 99 اذا مش 99 98% من العمليات از از سمبل از يو هاف سين، يعني بنفوت بنفتح طاقه بنفضي بنفرغ المية الزرقاء العجوه والسوفت تيشو، بنرجع بنكون الكيس وبنحط عدسه. هلا العدسه اللي عم تحكينا عنها هي exactly. اللي رح تفرق. هلا بالهال 5 سنين اللي تطورت، يعني 25 سنه هذه التكنولوجي، هلا اكيد معظم الحكمه صارت سهله لالهم والمكانات تطوروا لدرجه انه تقريبا هي بتعمل العمليه. نعم. هلا اللي تطور جديد وهلا رح نحكي عنه هن العدسات. المريض ما كان عنده اوبشن، ما كان عنده خيار الا يحط عدسه اللي بتقشعه يا بعيد بيقشع كثير منيح بده عوينات للقريب، او بيقول لي لا بدي اياهم للقريب بيقشع كثير منيح للقريب بس بده عوانات للبعيد. هلا واشتغلوا كثير على عدسه من هالنوع اللي عندها حلقات مختلفه، هيدي في فيها 15 سنه دراسه قد ايه سمك العدسه الحلقه قد ايه بتفرق الحلقه عن حلقه قد ايه قوتها قد ايه وانا مجرب عده عدسات. هيدي العدسه لهلا يعني زرعها بعده مرضى، ما في مريض اشتكى من مرضاي ومن الناس اللي بعرفهم. عالي كثير ناجحه. نعم. ممكن نستعملها لغير مشاكل غير المي الزرقاء؟ لا لان ما بتركب الا في ناس عندهم مثلا مشاكل على البعيد وعلى القريب وبيضطروا يحطوا عينات مقسوم قسمين وعندهم مشاكل. هيدي بنعمل ليزر على القرنيه، صار في ليزرز هلا حديثين حديث كمان بكره شي نهار بركي بنحكي عنه، بيعمل بعيد قريب على القرنيه. بس بكون المريض عمره فوق تحت ال 60 تحت ال 65. هلا عم نحكي على المرضى اللي يستفيدوا، لان هلا المريض اللي قاعد اللي فيري اكتيف بعده 65 70 بتحس البيرسوناليتي تبعيته بيسافر كثير بيعمل سبور بعده اكتيف وما بده يلبس عوينات، يعني بده يرجع عمره تحت ال 40، لان نحن على ال 40 بصير نلبس عوينات للقريب مزبوط ما طلع لنا فوكس. اتس ا فيري جود تكنولوجي. هلا لنزرعها لازم تكون الشبكيه سليمه 100% ولازم تكون القرنية سليمة 100%. إذا عنده بداية تقوس بالقرنية ما لازم نزرع هيك شيء لأن بتعمل له كتير أبريج. التقوس يعني في خلل بالقرنية. إذا في انحراف أو أستيغماتيزم بالقرنية فينا نزرع هالعدسة والانحراف الموجود بالقرنية نشيله بعد مرحلة على الليزر عملية خفيفة منشيل الانحراف وبيكون عطيناه بعيد وقريب. يعني هلا بهلا عصر بالقرن ال 21 ممكن المريض يعمل عمليه المية الزرقاء وما يلبس عوينات. وذيس از رياليتي، يعني ما عم نحكي انه عم تنعمل وناجحه وتقريبا مضمونه. يعني اذا كان عنده غير مشاكل بالنظر هون رح ترجع تنحل لانه اذا حابب انزرع مزبوط لانس جديده مزبوط. اذا حابب يشوف بعيد وقريب وبتعني له عنده هالاوبشن، عنده خيار. هلا اذا عنده انحراف كثير بالقرنيه، عنده بيلبس استيغماتيزم، عنده 3-4 درجات طول عمره واجا وقت الميه الزرقاء في وما بده بعيد قريب، في عدسه جديده عندها ات كوركس استيغماتيزم، عندها نقط هون على الاكسس تبع الاستيغماتيزم بنحطها بالعين اند وي روتيت ات من برما ليكون الاكسس تبع العدسه اللي عم نحطها ماتشنج الاكسس تبع الانحراف بعينه
وبيصير يلبس للبعيد ما بده عوانيت لان نعطيه بعيد نعم. والانحراف بنحلها بهاي العدسه بس بعدنا هون للتصحيح وقت المي الزرقاء مش لما بيكون في استجماتيزم عادي هدوليك في ليسك وليزر يعني بفتكر معظم المشاهدين صاروا حكينا عنها من 10 سنين هلا اكيد تطورت المكانات والتقنيات بس كنا بنقول انه الميوبي اكثر بنقدر نستفيد من الليزر او الليزك فيه اكثر من الاستجماتيزم هذا الحلو انه الايبرمتروبي بيستفيد والميوبي بيستفيد لما ما شلنا العدسه تبع العين بنقدر نتحكم فيها درجات نعم سو اذا عنده 5 درجات ميوبي بنقدر نحط الدرجه اللي بتتصحح له ال5 درجات ميوبي واللي عنده 5 ايبرمتروبي ذات الشيء يعني الحلو فيها هي ذات العمليه بس الشواء تبع العدسه بنشيلها من الشرف بيكون اكيد دارسينها وبنحطها بنزرع احسن ما نزرع عدسه عاديه ومثل ما شايف ذات الماتيريال ذات الافريثينج يعني هدول العدسه صرنا 25 سنه بنزرعها بس بنزرعها مونو فوكل بس بتقشع على بالنسبه لتشخيص المي الزرقاء شغله هينه اذا كانت هينه بس انه يعني واضحه اذا كانت بمراحل بدائيه من اهين ما يكون للحكيم من اهين طبيب دغري بيعرف لازم يعرف دغري 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 بنوسع البوب بنطلع على العدسه بتبين قديش شفافه اذا وهي بتبلش مراحل يعني انا بصير احب اقول للمريض عندك 10% عندك 15% 30 25 اي وقت هو الامثل لعمليه انا هلا كل واحد شكل هلا صراحه اذا بدك تعمل العمليه القديمه وتعمل شق كبير 10 12 ملي وتحطي 10 قطب افضل تحجر نعم افضل نا. هلا المريض بصير نظره كثير كثير سيء وناطر كثير بس اذا بدك تعمل التقنيه الحديثه بالجرح الصغير اكيد احسن ما تحجر المي الزرقاء يعني شو بتكون صارت 5% انا بقول 30 ل 50% كثير منيح بيكون بلش يعاني منها لو هو مش حاسس احنا عارفين ومثال لهالتقنيه انه مثال لهالتقنيه وبعدين كل ما نعملها عمر صغير كل ما الريكفري اسرع لان هو ما عنده مشاكل عينه بتصح اسرع اذا انطرنا عمره 85 و90 هو بده يتعذب ليعمل عمليه والريكفري اطول ويمكن يدق بعينه بيصير هو ملبك فيها في أكثر. أكبر يعني إذا في مي زرقاء أنا بقول بين 30 و50 بالتقنية الجديدة بنكون عم نعمل له سيرفيس للمريض مع مدرور دكتور جاني خوري شكرا لوجودك معنا طبعا بنتمنى السلامة والشفاء للجميع ومنحن في تقنيات دايما جديدة وبلبنان كل التقنيات عم تكون موجودة بفضلكم الله يخليك مشاهدينا وقفي هلأ ومنرجع متابعة